دابا كنا حاطين اللايف ومش ما ندير اللايف اون فات. اليوم ضيف سبيسيال جا عندي ما نقول ماشي تستنى حتى يطلعوا. السلام عليكم. يطلعوا السلام عليكم. حس الناس هنا والناس هنا نستنى في الناس يطلعوا شويه ها بو. السلام عليكم معكم على بالكم مع مراني اللي مع خويا نكيع صلاح الدين راكم بيا. انا راني بيا راني في الجزائر اونكيل اوتيل لوراسي على بالكم مع مراني في دالجي اللي مع خويا نكيع صلاح الدين. فوالا كنت نقول لكم جيت وصلت دخلت شهور راني داخله في ستاد. انا والله رجعت في بالي قلت شوف لك ما يقولوا لي حاجه دخلت نورمال بيان. قلت ما يقولوا لي حاجه نقول لهم دقيقه برك خلوني نروح نتفرج الماتش كاني في ولا كوب دي موند يا خويا. من بعد ديوني ديروا اجراءات ديروا كارد في الكابينياك ديروا واش حبيتوا. قلت انا دوك انا واش خمم دوك ما درت واش راني دايره واش راني دايره واش باسكو في الاول قلت انا ديما درت المشاكل ما حد ما دار كيما درت انايا وصلت لافير تاع قايد صالح والتلفاز بون قايد صالح مات الله يرحمه وانت هي ندخلوا على ربي وخلاص. دخلت نحسب روحي راني داخل لدارنا واحد ما ديرونجاني واحد ما هضر معايا قلت سبحان الله هاد الدنيا قلت اخر واحد اللي يقدر يدير لي المشاكل انا استعرف بك تبون استعرف بك تبون كشخص دابورا باسكو بغض من النظر من عندك بغض النظر عندك عندك البوست تاعك هو البريزيدون رئيس جمهوريه الجزائر الديمقراطيه بوت ستاتي ومن جهه واحده اخرى كمواطن جزائري سما سبان تقدر تشكي بيا. قلت انا الاخر اللي يشكي بيا عبد المجيد متبون كمواطن جزائري قال اختي هذه سبتني نقول وي لو كيديهم ما هضر معايا حتى واحد دخلت ترونكيل وسورتو يا معمر جبور اللي قلت لي ما تدخليش هاني في اوتيل لوراسي بعث لي واش حبيت واني قاعده ترونكيل واحد ما هضر معايا وما لقيت حتى صعوبات. سي بور سان نقول لكم حاجه جماعه الخيره والله العظيم خلي تقولوا باللي راه انا ما تكلا تلعبوا لي زعما راهي واش تعيطوا لي زعما مع المخابرات. انا من بكري قلت لكم تحيه الكاسكيطه وعلى راس المخابرات الجزائريه فهمتوا وانا عمري ما شفت واحد في بلاده يسد المخابرات. دائما نقول لكم تحيه الى الجيش الوطني الشعبي باسلاكه الثلاث جو بر بحر على راسهم ديارس كازيما تاع الطرش شوكره تاع 106 تاع امير ديزاد وتاع الكلوشار تاع الزيطوط وما تابعوني في الاوتوروت فهمت. ومن بعد الدرك الوطني والجنود حمايه الوطن ولا ننسى وزاره الداخليه تحيه للشرطه الجزائريه باسلاكها الاربعه اس بي اس او بي بيري وليرجي فهمتوا. دونك ما تسمعوش لهذوك الخوانه باسكو انا بور مو الخوانه هذوك نقول لكم حاجه والله العظيم يدخل نورمال والله العظيم انا ماذا بي كيما يقول لك الحم اذا تن يلمدهم واليه. خوتي الدعوه ماشي مليحه الجزائر كيما يقول لك راهي في اللعب سورتو هي لا طوازيام كارها وقالها لكم الاخر بوتين دخلوا لبلادكم نورمال اقسم بالله العظيم حاجه ما تخصك والله العظيم. ميم هذوك ها استنى ايه تفكرت وحده هذيك اني هدرت معاك خطره انت مناصري هذيك مناصري هكا يسموها منار مناصري قلت انا في الاول كنت نشتيها ميم نهار اللي سبها امير ديزاد قالها كي دايره البوتوكس قلت له نو مسكينه اقسم بالله هاني نقولها لك هذه مرا والله واش درت انا ما درتيش انتيا ما خليت سباه ما خليت تدخل الكونسولا انت عندك افكار بصح الافكار تاعك حنا نقدروا نتناقشوا حنا المشكل وشنو يكون كما قال لي واحد الانسان طيب قال لك حنا المشكل تاعنا هو ما كاش كومينيكاسيون يا اختي حاجه ما عجبتكش هاي الفكره تاعي نعبر عليها عندي حق نديه بصح باش تروحوا تخدموا كما يقول لك تقدروا تخدموا عند الخونه وتبيعوا البلاد ما نعرف علاش انا نقول لك نورمال وهذيك مسكين وهذاك اللي داو البغل هذاك تاع عبد الله هذاك هم زادوا جابوا من حنيمه جمعني مع لا بالهمش عبد الله هذاك سموه عبد الله اللي داو مرته اللي معايا تسوفري وقال لي السيد هذاك وراح ديك خطره لاسبان والله العظيم انا نقولها لك اختي اقسم بالله تاخذي رايي ادخلي اروحي عند راجلك على الاقل تشوفيه مسكين باسكو هكذا راكي سمحتي فيه على الاقل تشوفيه ولادو يشوفوه ومن ثم يزيدوا نقصوا له. هدرت مع واحد المحامي كان يقرا معايا تحياتنا لخويا علي ما كان لا نقول اسمك محامي قاعدين نتناقشوا برك هكذا هضرنا والله العظيم على بالك باللي الاسره الجزائريه في العداله الجزائريه ولا في العداله العالميه كي تعود عائله كي يعود مسجون وعندو عائله سكون ابل لي زونفون اون باز اج كي يعودو عندو دراري صغار على بالك بلي تلعب دور كبير
من ناحيه بسيكولوجي هذه مفروغ منها، وخاصه من ناحيه استدير اي ماشي سورتو الدوله الجزائريه على اساس اننا مسلمين، وحنا الحكم تاعنا في القضاء هو مستمد من الشريعه الاسلاميه، من شريعه الدين تاعنا. على الاقل توقفي مع راجلك ودخلي نورمال، شوفي ولادك وبربي ان شاء الله راجلك اذا نعل بليس، باسكو الناس كاع يغلطوا، انا غلطت درت غلط، وكاين حوايج نورمال، كاين حوايج ما نوليش بشريات، حوايج تاع الحق كاع. وشنو انا غلط كي سبان وزيد سب تبون، ما خليت له ما بقيت له مسكين، واني هاني عنده كمواطن، وزيد 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 المشاكل، وزيد دخل كونسولا بالكاميرا، قادرين شو مش قادرين؟ قادرين يجيبوا لي لابوليس ويقول لهم تعديت على الكونسولا، بس هما على بالو بلي انا مواطنه عاديه ما عندي حتى مشكل، مالك غير الدخلي واللي حاب يدخل يو غير دخلوا والله ما تاخذوش ريانهم، باسكو انا واش راني نشوف؟ انا ديجا قلت لكم ديك الخضره، هي ماشي هضره جديده، قلت لكم ديك خضره في الكاميرون، قلت لكم اللي يحب يزيد يهضر واحد على الجزائر ولا زعما يقول لي العصابه يتو، صح العصابه كاينه وكانت، جا 50% راهي برا راهي في الحبس و 50% مازال، وكاين الشعب عصابه، قلت لكم بيان افون، هاو البي تاع التيكي تاع ولا 1.5 مليون، تمسخروا بينا بي تاع التيكي باش الزوالي اللي يروح يتفرج الماتش ومن بعد تقول لي العصابه والحكومه. ياو حنا كاع جزائريين مليح والحير فينا بارتو، فهمتوا مليح والحير فينا بارتو. انا لوبليس انا نشوف في بلادي، رحت الكاميرون ولا تبان لي الجزائر لاس فيغاس، وقلتها من جماعه توعنا يا خويا بلادي، عندي ثقه في رجال الخفاء، واليوم الحمد لله بلادنا راهي نعمه، انا القعده اللي راني قعدتها تعطوني مال الدنيا ما نبدلهاش، فهمتوا وجوه الخيره. واللي يحب يستناني من بعد في اللايف راني ندير اللايف تاعي، انت واش خويا راه دير لي بحث واش تحب؟ الحمد لله يا اختي خلاص في الامان. السلام. السلام عليكم يا بوب، يا بوب يا شيكول، شيكول القريسات، شوف 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 لالياتك، شوف لالاك، دخلت للجزائر باش تدخل للحبس وقاعدة تولي وهي بنت البلاد، شوف بنت البلاد هي غلطت ودخلت للبلاد، دخلت للبلاد باش تدخل للحبس، شوف الماتش وتدخل للحبس وطلبت السماح واستعرفت بلي غلطت، ماشي كيما انت يا الخبيث يا الخبيث، يا شفت شافا كيما تقول نتايا، يا شفت شافا يا شيكول قريسات، يا رخيص يا طحان هربت، شوف شوف راجل عليك، شوف يا راجل عليك يا بوب ولا مثالك يا اخي، كيما المازدا قالتها له يا اخي، كيما المازدا وزيت زيت، كونوا فحولة وعاودوا تدخلوا للبلاد وطلبوا السماح، ماشي للرئيس تاعكم، طلبوا السماح لوطنكم، يا خائنين يا خباتة يا بائعين، ما كملش خير، أنا مع الشعب الجزائري محترم، يا الصالوبا شوفها، شوف للاك راجل عليك، مرحبا بك صوفيا، راكي في بلادك وراكي في وطنك وراكي في دارك، مرحبا بك اختي، ولي خصاتك انا اختي، نعطيك طوموبيل تاعي دوري بيها كيما تحبي حتى تروحي اختي، وروح راكي في دارك، مرحبا كي تجي روح عندي اختي، مرحبا بك صوفيا، مرحبا بلي جميع اللي غلط، هادي بلادكم يا لا دياسبورا، هادي بلادكم مرحبا بيكم، وقت ما حبيتو مرحبا بيكم، ما يسد الزبل كيفاش يقولوا الزبل الدار خذ فدو غير صحاب الدار هكذا. السلام عليكم، تحية الجزائر، مرحبا بك اختي صوفيا، مرحبا بك.